قلت أن هذه يفترض أن تكون من مظاهر التمدن. هاي هي نفس الحالة الآن. قلت الغربيين يتبجحون بهذه الحالة حقيقة، أنه فرد يتفرس بالطرف، هاي الحالة، هاي الحالة يتبجحون بها، يقولون هاي علامة تمدننا أصلا، فما في إشكال خليكم. نعم هناك أكو قضايا أخلاقية جيد الإنسان يراعي، هذه أخلاقيات الإسلام في بعض الحدود، في بعض المجالات الإنسان يراعيها. أما أنا أريد أأكد على شيء واحد، أن هذه الحالة ليس، أنا في نظري ليست حالة مرضية. نعم لا شك، شوفوا أكو فد بحث الحق، ما أقدر أقول كلهم على حق، هذا خطأ، دائما الحق شيء واحد وغيره باطل. دائما القرآن يقول الظلمات والنور، النور دائما يجي مفرد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. شوفوا هذا بحث أن أيهما على حق، واحد منهم على حق وغير هذا الواحد الباقي كلهم على باطل، هذا ما يمكن أن ينكر. حديثي مو أنه نكشف مسألة استكشاف الحق من الباطل، بها بروتوكول لازم تعرفون بالنتيجة. أنا الآن مسؤوليتي، مسؤولية الشريعة، ماذا تملي علينا الشريعة، هذا في الموضوع. الحين إحنا موضوعنا مو مسألة اكتشاف أيهما على حق، مسألة الحق قلت لازم واحد يتخذ طريق اكتشاف الحق. مسألتنا أنه هذه الحالة ما في إشكال، ليش إحنا على كل حال نضيق على أنفسنا؟ هذه الحالة لو إذا من ناحية الدين، في الحديث الشريف الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال أنا فرقت بينهما، بين أركان من أصحابه. تفرقة ما في إشكال ما دام هي قضية فكرية، نقاش فكري ما في إشكال. كان الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عنده تلميذين هما الأبرز حقيقة من بين كل تلاميذه، هشام ابن هشام وزرارة، هشام ابن الحكم وزرارة ابن أعيان، هذول اثنيناتهم. هشام كان عنده توجه على كل حال منطقي فلسفي، زرارة كان توجه ثاني. في التاريخ ثابت هذا مسجل أن أصحاب زرارة كانوا يختلفون اختلاف كبير مع أصحاب هشام، وكانت القضية تارة تبلغ إلى درجة التكفير، هذا في الروايات ما في إشكال. اجى عند الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال له يا ابن رسول الله احنا قلة قليلة، بالنتيجة أكثرهم لا يؤمنون، صحيح القليل من العباد هم اللي يؤمنون، وقليل من عبادي الشكور، الشكور أيضا مفسر بالإيمان لأنه هو العقيدة، إحنا قلة قليلة وبيناتنا متنازعين. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال له هاي رواية، ها قال كان أصحاب أبي كذلك، بعدين قال وسمعت أبي، يعني الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول كان أصحاب أبيه علي بن الحسين كذلك، يعني مختلفين هالشكل. الاختلاف طبيعي، إحنا جايين نعيش في الدنيا ما نعيش بالجنة، وجود هذا المقدار من الاختلاف جدا طبيعي، إحنا لا يضيق نفسنا. هسه نفريا مختلفين مشكلة، إن هم أكو اختلاف. أنا في نظري الاختلاف الموجود حتى بهذا الحجم 100% طبيعي، المشكلة اللي مو طبيعية إحنا، تدرون اللي نعتبر نفسنا طبيعيين دائما شنو نجزع، وإسلامات الدنيا انقلبت، وين انقلبت ما صير شيء، طبيعي هاي حالة، هذا مو طبيعي. أن إذا اختلف نفران أخوين مثلا أخوان اختلفا، هذه حالة طبيعية 100%. أما إذا الآخرين جزعا، هذا مو حالة طبيعية. فإحنا خلي نجي شوية على كل حال نأنب نفسنا قبل ما نأنب الآخرين، شفينا شنو صاير، ما صاير شيء، هاي حالة طبيعية. وهذا الاختلاف لازم يكون حتى شنو أهم أهداف السماء يتحقق،
قال تبارك وتعالى: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لازم يصير النقاش إلى آخر الحدود محتدم محتدم، حتى أنا يوم القيامة ما أقول إلهي ليهلك من هلك عن بينة، إلهي أنا ما ضبطتها زيان، ما توضحت القضية زيان. إذا يصير مجاملات في الحديث، إذا ما يصير احتدام، أنا اللي أشوف يمكن مثلا أكون على خطأ، ويوم القيامة حجتي على الله تكون شنو؟ حجتي تصير على الله، يقول إلهي أنا القضية فهمتها بس ما فهمتها بالشكل الجيد. الله يقول ما شفت الحكي، ما شفت كل هذا التداول، كل هذا الطرح اللي صار، بعد بقيت ما تفتهم، فحجة الله تتم. وهذا أهم أهداف السماء، رسلا مبشرين ومنذرين. ليش الله يدز الرسل؟ لكي لا، شوفوا أهم أهداف السماء، لكي لا يكون للناس على الله حجة من بعد الرسل. حجة تتم، هذه مهمة، ومن أجل هذه الحجة هو الله تبارك وتعالى يخلي أن البحث في كل أبعاده يأخذ المجال الكامل، ذرة مجاملة لا تصير، خلي يصير. نعم هذا غير مفهوم الحق والباطل، أنا ليصير خلط أنه هذول كلهم على حق، لا هذا شيء ثاني.